التحرش والتنمر المدرسي ظاهرة تفشت في أوساط المجتمعات في السنوات الأخيرة، ومن أجل الحد من تفشيها نظمت ورشات تكوينية تستمر 3 أيام لمجموعة من الأساتذة تحت إشراف ثلة من الخبراء. طبيعة الحال كنعرفوا أن التنمر في الوسط السيبرناتي عنده نتائج سلبية سواء على التلاميذ أو على الوسط المدرسي، ومن هذا المنطلق جاء هذا التكوين للأطر التربوية والإدارية في المؤسسات التعليمية على مستوى مديرية طنجة أصيلة في أفق تعميم هذا التكوين باقي المديريات على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة. الدورة التكوينية تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار والتزامات الوزارة ضمن خارطة الطريق، لا سيما التوجه نحو استعمال المعلومات والفضاء الرقمي في التدريس. هذه الورشات التكوينية تهم حوالي 120 مدرسا يشتغلون بحوالي 61 مؤسسة تربوية، والورشات تتعلق بالحماية من التنمر والتحرش عبر تمكين المستفيدين من الاطلاع بشكل عملي على مصادر الحماية والوقاية من هذه الظاهرة. للتحرش وللتنمر السيبراني نتائج سلبية على التلاميذ، ما يقتضي وضع التدابير الكفيلة لرصده ومحاربته بتعاون مع كل الأطراف المسؤولة.